المشاركه في رابطة ابطال افريقيا الموسم الماضي. الكلاسيكو رقم 106 بين النادي الافريقي والنجم الساحلي تولى اداره طاقم تحكيم ليبي بقياده عادل الراعي. وعلى غير العاده ما كانتش الجماهير حاضره باعداد غفيره لمتابعه هالقمه، وربما التذبذب نتائج الزوز فرق في الاسابيع الاخيره. المباراه كانت بدايتها مفتوحه من الجهتين، الافريقي بادر عن طريق سليم باشا في مره اولى، ثم امير العكروت كان وراء العمليه الثانيه بعد كره مخطئه رجعت من الحارس المثلوثي. النجم اجاب عن طريق العكايشي وكورته مرت جانبيه. 10 دقائق لعب راسيه من العكروت على العارضه. انظر اول دفاع النجم لانه 30 ثانيه فقط بعد هالعمليه توزيعه من مرياح وتراوري بالراس ينجح في مغالطه المثلوثي. الافريقي كان جاهز كما ينبغي وسيطر على مجريات الفتره الاولى من خلال الاداء المتميز للمالي محمد تراوري اللي قلق برشا دفاع النجم. العكرو تتلقى تمريره ذكيه من نور حضريه توجه كما يلزم ونجح في مغالطه المثلوثي ومضاعفه النتيجه. خمسة دقائق فقط بعد الهدف الثاني محمد تراوري يراوغ عمار جمل ويسقط في مناطق الجزاء، والحكم الليبي عادل الراعي بلا تردد يعلن عن ضربة جزاء. أسامة السلامي تولى مهمة التنفيذ ونجح في إضافة الهدف الثالث. ثلاثة أهداف للإفريقي هي حصيلة الشوط الأول، شوط هو الأفضل للإفريقي تقريبا منذ انطلاق الموسم وخصوصا على مستوى النجاعة. قلنا ثلاثة أهداف خلت النجم يتقدم ويخلي فراغات كادت تكلفه غالي. النجم ينهي الفترة الأولى منهزم بثلاثية كاملة هي الأولى ليه في هالموسم. قبل انطلاق الشوط الثاني تراوري خلى مكانه لحمزه المسعدي. 20 ثانيه فقط منذ انطلاق الفتره الثانيه توزيعه طويله من المبروك العكايشي وجه لوجه مع النفزي والغلب الحارس الافريقي. مصعب ساسي ياخذ مكان ايريك. السلامي لعب زاويه الركنيه عوض الكره. النجم ضغط على منافسه في بداية الشوط الثاني عن طريق البجاوي العكيشي ومصعب ساسي، لكن النفزي كان جاهز في كل مرة للدفاع عن مرمى. تقدم النجم للهجوم طبيعي جدا أنه يخلي مساحات شاغرة. هجوم معاكس، لمسة ذكية من السلامي حمزة المسعدي اللي يتقدم يتباطأ وجمل يتدخل في الوقت المناسب. 4 دقائق فقط بعد هالعملية عمار جمل يغادر الميدان بعد إقصاءه الجمع الإنذار الثاني. أمير العكروت خلى مكانه ليوسف المويبي، وليد بن منصور ياخذ مكان محمد علي نفخة. كرة طويلة من مرياح، المسعدي سريع يضغط ويسقط في مناطق الجزاء بعد تدخل حمدي المبروك، والحكم الراعي يعتبرها لقطة عفوية. هجوم معاكس للعكيشي اللي ينجح في المراوغة لكنه احتار في اتخاذ القرار، إما التمرير أو التصويب والكرة ضاعت في الأخير. المليتي ياخذ مكان بوجلبان.
وحتى فايو طامبو البارز في تشكيلة النجم في المباريات الأخيرة عجز اليوم عن إيجاد الحلول. مصعب ساسي بدور وصوب، لكن كورته مرت جانبية، والإفريقي اكتفى بثلاثية الشوط الأول، لكن هزيمة ما عرفهاش النجم منذ 42 سنة. سي فري كي تعدينا باساج افيد صغير، ما الحمد لله ورينا للكلوب كبيرة وتبقى كبيرة يعني وكاو. انتصار هام يخلينا نكملوا نحضروا الأسبوع هذا، نخدموا على أحسن ما يرام باش نحضروا مقابلة الكاس، لكن ما يلزمناش زادة نبدا برشا وفريق، لأن فما بعد ثلاث أيام مقابلة أخرى مهمة. سي الحبيب، أول مرة سنة نشوفوا أسامة سلامي ونور حضرية مع بعضهم في وسط ميدان النادي الإفريقي، هذايا لما سيد حبيب النجري. الاختيار هذاك لأن تفرجنا في النجم الرياضي الساحلي كيفاش يلعب، والاختيار هذاك حسب المعطيات اللي نتاع النجم الرياضي الساحلي. احنا ركزنا الوحدة الملاعبين نجم يلعبوا مع بعضهم، ما فماش هذا اللي ملاعبي ما نجمش يلعب مع ملاعبي ولا ملاعبي، انت كيفاش باش تحركهم في وسط الميدان. هذا جمهور النادي الافريقي مغشش عليك شويه بعد التصريح اللي قمت به ضدهم في مباراه الجزائر. والله الساعه توضيح ماهوش ضد جمهور النادي الافريقي، انا قلت لي ثم 10 من الناس هما اللي رماوا الافلام، ما حقهمش رماوا الافلام، وقلت لي جمهور النادي الافريقي في اول كلامي هو المدعم رقم واحد، وهذه هي قناعتي بمعنى. وجمهور النادي الافريقي يعرف اللي الاستاذ الوسيتي اكثر من 15 سنه دافع عن النادي الافريقي، واربع ولا خمسه شهور التالي في المشكله الكبيره نتاع التحكيم، الشيء اللي جلب لي عديد الاشكاليات مع احباء فرق اخرى اثناء وعمناول وولت عمناول. للاسف بعض الاحباء ما نعممش انا، بعض الاحباء فهموا كلامي بالغلط وقعنا نقلان كلامي بالغلط. فنأكد من جديد انه النادي الافريقي المدعم نتاعو رقم واحد هو جمهور النادي الافريقي واحباء النادي الافريقي. سي ترو سي جوست نو سوم ديسو بيان سور اون افو ان بروميير مي تان كوم ا لونترينمون هيير. J'ai vu une équipe à l'entraînement hier, pas motivée, pas agressif, ils n'ont pas cherché le duel. Pourquoi ? Ils sont pas concentrés, je ne sais pas. Après le dîner, j'ai parlé avec les joueurs. J'ai dit, je me sens mal parce que vous n'êtes pas prêts pour le match demain. Et c'est votre responsabilité.